الأستاذ إسماعيل حميدان، رئيس جبهة تحرير كردفان الحرة. أهلا بحضرتك في أهل مصر بداية التحرير. عايزين حضرتك الأول تعرفنا بنفسك وتعرف الجمهور بنفسك. جميل، شكرا جزيلا. في البداية الشكر للشعب المصري، يمكن السمح لعدد كبير جدا من السودانيين، عدد يفوق 4 مليون سوداني، إن يعيشوا بأريحية كاملة في أرض مصر. والشكر الجزير لجريدة أهل مصر على الاستضافة، ونأمل إنه نقدر نقدم حاجة تفيد المستمع وتفيدنا إحنا برضو في جبهة تحرير كردفان، على أساس إنه من خلال اللقاء نقدر نفتح آفاق جديدة في العمل المشترك بين جريدة أهل مصر، وبنأمل نفتح مجال أوسع في كل الإعلام المصري. طيب احنا عايزين حضرتك تعرفنا أكتر بالجبهة بتاعت كردفان، يعني نشأت إزاي أو يعني المسارات بتاعتها إزاي؟ جبهة تحرير كردفان يمكن نشأت في 2009، ويمكن أهمية النشأة كان جات في معارض نظام المؤتمر الوطني بقيادة الرئيس المخلوع عمر البشير. وكردفان مساحتها واسعة جدا، فيها شمال وجنوب وشرق وغرب، فيها زي ولايتين كبار، ولاية شمال كردفان وجنوب كردفان. ومعروف انه في جنوب كردفان في الحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان، عندهم مناطق واسعة يمكن مسيطرين عليها من فترة طويلة جدا. حلو الشمال. في شمال السودان، شمال السودان اللي هي منطقة جبال النوبة، مسيطرين عليها من فترة طويلة جدا. نحن التفكير في عمل تنظيم باسم جبهة تحرير كردفان على أساس أن نسد الفجوة الموجودة في العمل المعارض في داخل كردفان عموما، لأن الحركة الشعبية يمكن واقفة في الجنوب اللي هو في، وحتى في الجنوب في منطقة جبال النوبة، بالإضافة لجزء من شمال الشرقي من كردفان. فنحن آثرنا على أنفسنا في أنه نعمل تنظيم على أساس أنه نجمع أكبر عدد من المعارضين للنظام السابق، وبالفعل نجحنا. يعني نجحنا في العمل التنظيمي بشكل كبير، وقدرنا نعمل شغل جماهيري واسع وسط الطلاب، وسط المرأة، وسط الشباب، وحتى في أوساط المواطنين. ويمكن شكلنا خلايا كبيرة جدا مرتبطة مع بعض وكلها مناهضة للنظام بتاع المؤتمر الوطني اللي هو النظام السابق. النظام السابق واحدة من حاجاته السيئة كان بيدفع الناس لحمل السلاح في داخل السودان. يعني حتى الرئيس المخلوع البشير في 1995 في القرن السابق ذكر بالحرف إننا حجينا بالسلاح، والعادي يشيلنا يجب ان يشيلنا بالسلاح. ده كان الدافع في ان يكون عندنا حركة مقاومة مسلحة في كردفان وكده. فامتد شغلنا بعد ذاك في اوساط الحركات حاملة السلاح في السودان عموما، كان حركات كثيرة جدا، اكثر من 83 حركة مسلحة وحاملة السلاح في السودان ضد سياسات المؤتمر الوطني، أو بالأصح سياسات الإسلام السياسي في السودان. نجحنا في أنه نكون علاقات جيدة وتحالفات محترمة، إلى أن جاءت الثورة ديسمبر في 2019 اللي هزت كيان النظام وألغت به في مزبلة التاريخ. الآن نحن مستعدين للسلام بسطر رحب، لأن الهدف الرئيسي اللي قامت من أجله جبهة تحرير كردفان وقامت من أجله الحركات المسلحة الثانية في وحتى الحركات السياسية والحركات الفئوية
المختلفة الكاد معارضة للنظام بتاع البشير، هنا انتفت صفة المعارضة، بقينا متجهين في اتجاه السلام العادل والشامل، وده ممكن نتحدث فيه في بشكل واسع في وقت لاحق يعني. لكن على العموم الآن نحن مستعدين للسلام. يمكن السلام يعني حضراتكم بعد الثورة، بعد الثورة في السودان، بعد سقوط البشير، حضراتكم في اتجاه ان انتوا الشغل يكون مستقل موحد، ولا كل جبهة عايز تاخد جزء من ارضها وتقسمها؟ يعني احنا في مشكلة عندنا في مصر ان احنا نخشى ان كثرة الحركات المسلحة في السودان في الاخر تؤدي الى ان السودان يتقسم. يعني حتى كاردوغان بتسميها جبهة تحقيق قطبية، تحقيقها من ايه؟ حتى اقصوا انفصال كنت في وضع السودان برضه كانت اخرى برضه القوى السودانية بتسعى للاستقلال. في مخاوف الحقيقة في مصر من الاجابة ان 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 الاتجاه ده يؤدي تقسيم في السودان. طيب نحن من المنبر ده بنطمن الشعب المصري، بنطمن كل الشعوب المحبة للسلام والعدالة في العالم في انه الحركات حملة السلاح بالإضافة للحركات الكاد معارضة هي مع وحدة السودان، وأكثر من كده نحن مع إعادة جنوب السودان للسودان الكبير. يعني يمكن ده هدفنا البشير عشان يظل في السلطة كان ممكن يقسم السودان لعشر عشان يكون رئيس. حدش مصري عارف كتير ان الجرن كان عايز سوم موحد. اي فنحن مع السودان الموحد. وانا باكد انه كل الحركات الموجوده في داخل السودان والمستعده للسلام في الوقت الراهن، السلام العادل والشامل، بكرر السلام العادل والشامل، هي مع استغلال السياده الوطنيه للسودان، مع وحده الاراضي السودانيه، مع وحدة الصف السوداني. صحيح في مؤشرات، والمؤشرات دي يمكن طالعة من خلال النظر للنظام العالمي الجديد. يعني النظام العالمي الجديد بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية ساعد في إنه يقسم السودان لخمسة دول. واحدة كده. وساعد في إنه يقسم أكثر من دولة يعني بما فيهم مصر. ساعد في انه يقسمه، وزي كنا بنسمع في انه مصر حتسلم سيناء للفلسطينيين تكون تبع غزه وخلاف، فالارهاصات دي موجوده والمخاوف موجوده. اللي في ظل المصالح هو المزاج المصري، المزاج المصري مش مزاج الشعب المصري، مزاجه مش انفصالي. يعني مثلا ما سمعناش في تاريخ مصر كله ان جزء من مصر تقول مصر تعمل انفصال. بس احنا اللي بيزعجنا ان احنا شايفين وسامعين ان في اجزاء خصوصا عندكم بلد النوبه بالذات ودارفور ان فعلا هي مزاجها في اتجاه الانفصال. لا غير ان طبعا في مخاوف اكتر ان كهربا ليها حدود كتير مع اثيوبيا، فهتبقى المخاوف عندنا بالذات في لو حصل لا قدر الله انفصال لكاتبان او انفصال لبينوبا. المزاج السوداني مزاج اكثر عصبيه، يعني مزاج فعلا متحمس لحمل السلاح، مستعجل لحمل السلاح، ما عندوش مشكله في التقسيم. بدليل ان السلطه نفسها سلطه بشير والاخوان دفعوا في اتجاه تقسيم السودان لدولتين جنوب وشمال. ازاي نطمن المخاوف دي؟ يعني ازاي نطمن المخاوف؟ وصح البشير كان ساعي للتقسيم وساعي في انه يردخ لكل القرارات الصادره من منظمي ومنفذي النظام العالمي الجديد. يعني كان ممكن يقسم السودان لخمسه دول زي ما قلت على اساس انه يظل في السلطه. يمكن ده زي ما تقول الحافز الاكبر بالنسبه له. بالنسبه لجبال النوبه، اللي هو جبال النوبه دلوقتي يمكن في يد الحركه الشعبيه لتحرير السودان، والحركة الشعبية حركة محترمة جدا، حركة داعية لوحدة السودان في إطار سودان جديد.
السودان جديد يكون مبني على مناقشة جذور الأزمة، الأزمة السياسية والأزمة الإدارية وأزمة الحكم وأزمة المنهج في السودان، وساعية للوحدة بشكل كبير جدا. نفتكر إنه السودان يتوحد فكريا ويتوحد تنظيميا، ممكن يستغل موارد ضخمة جدا بشكل كبير لمصلحة الشعب السوداني. الجانب الثاني اللي هو في دارفور، يمكن من التخوف كان وارد، لكن بعد ما تم تعيين حاكم لإقليم دارفور وسميت دارفور كلها كإقليم واحد، وفي رضا من الشعب في دارفور وفي باقي السودان على الجانب ده، بتبقى دارفور حتظل في إطار الدولة الواحدة. وبيبقى من الصعب جدا بعد ما بقت إقليم واحد، وفي اتجاه في إنه يتقسم السودان لخمسة أقاليم موحدة في النظام الفيدرالي في السودان. دارفور البداية، وبعد ذلك حتكون في إقليم جبل النوبة والانقسنة، في إقليم شرق السودان وخلافه. هتبقى زي ولاية تحت راية واحدة مثلا، ولا صحيح تحت حكومة واحدة؟ صحيح، بس تحت حكومة صحيح، اللي هي أقاليم تحت حكومة واحدة، اللي هي ما يسمى بالأقاليم الفيدرالية. وفي أمثلة، في أمثلة في العالم، يعني مثلا الولايات المتحدة الأمريكية اللي هي نظام فيدرالي، مش كده؟ روسيا الاتحادية، الإمارات، نظام فيدرالي، الإمارات العربية زي ما قلت نظام فيدرالي، حتى في نيجيريا في نظام فيدرالي موجود فيه. يعني حضرتك متصور ان مستقبل السودان هيكون دولة فيدرالية؟ مستقبل السودان في النظام الفيدرالي، ها شايف كده؟ يعني النظام العلماني الفيدرالي. طب في مشكلة عندنا احنا، يعني المواطن اللي لها تماس مع اثيوبيا تحولت لكيانات فيدرالية، حركة مصر هتبقى فيها اكثر صعوبة في التعامل في ملف منابع دموع وسد النهضة. يعني احنا دلوقتي بقى حتى السودان موحد، السودان موحد بيتعامل بصعوبة فعلا. يعني في واضح ان السلطة في السودان عندها اتجاهات للضرب. يعني احنا بنسمع من بعض مصادر في السودان ان في اتجاه التفاوض مع اثيوبيا بشكل منفرد. نسمع مصادر في السودان ان في العكس، ان لا، السودان ومصر في خندق واحد. فما بالك بقى فما بالك المصريين لو تحولت المناطق اللي ليها حدود مع اثيوبيا وتماس مع اثيوبيا لكيانات فيدراليه، ساعتها تبقى في مشكله هتلاقيها في مصر اكتر. ازاي نهدئ مخاوفنا؟ بالنسبه لنا سد النهضه والنيل دوت ملف قصير، يعني ما فيش فيه مخاطره. ملف سد النهضه يمكن ملف عميق والجدل فيه واسع جدا، لكن بيشوف الجوانب الإيجابية. هل باستغراق سد النهضة والملي الكامل للبحيرة، هل حتستفيد مصر؟ هل حيستفيد السودان؟ ده الجانب الإيجابي. الجوانب السلبية الغير منظورة، احتمالية انهيار السد، ده الجانب الغير منظور، يعني يمكن ما فيه اساس من الصحه لحد دلوقتي. انا افتكر انه الحوار حول سد النهضه هو الطريق الوحيد لحل معضله سد النهضه. الحوار المستمر ما بين السودان ومصر واثيوبيا، ما بين مصر واثيوبيا، ما بين اثيوبيا والسودان، الحوار المستمر من غير حساسيه ممكن. وده الحوار ده ما بيستمر الا بتوفر الاراده السياسيه. الاراده السياسيه من الدول الثلاثه، الدول المصب، ده مطلق تخوف. يعني عندنا دلوقتي طرفين، مصر ثلاث اطراف، مصر والسودان واثيوبيا. لو تقدر ربنا لو حصل بين السودان مقسم في المناطق اللي ليها حدود مع اثيوبيا، هيبقى في اكثر من اراده. يعني احنا دلوقتي بنتعامل على مستوى ثلاث عواصم، على القاهره والخرطوم والصباب. لو حصل والمناطق اللي هي تماس مع اثيوبيا اتقسمت لكيانات فيدراليه، ساعتها الكيانات ديت ليها ارادات مختلفه، ساعتها تكون المشكله اصعب. هو ده التخوف اللي عايزين نهديه عند المصريين. يعني احنا خايفين نصحى من النوم نلاقي ان في خمس ست كيانات في السودان، منهم اربعه مع اثيوبيا، غير الكيان السوداني الاصلي خرطوم.
ساعتها هيكون الوضع اصعب، هتكون المصالح اكثر اكثر فيها تضارب اكثر. انا كده بتكلم صح ولا بتكلم غلط؟ صحيح. فالمشكله هنا فعلا مشكله عميقه يعني. فعلا عميقه ما في شك. والتخوف وارد في السياسة، في السياسة عموما التخوف وارد، لأن السياسة مبنية على المصالح المشتركة. يعني عندنا هنا بكرة لقينا خمس دول جداد أو خمس كيانات فضائية جديدة بالظبط، حتى تاخد زي موحد حد مع أثيوبيا، هنتكلم مع مين في الخمسة؟ في مشكلة بقى بالظبط، هيبقى في رأس للخمسة دول ولا كل واحد هيبقى مستقل بنفسه؟ ولا لا لا عن مصير 120 مليون مصري زائد 40 مليون سوداني. يعني بتتكلم عن قضية فعلا فعلا ممكن تتحول لمشابه. وبالفعل احنا لو حاولناها فعلا فيدرالية، هو مثلا في الامارات لو انا خدت تجربة الامارات، هو كل ولاية ليها حاكم. فدي هتبقى برضو كل اقليم ليه حاكم، تبقى اكيد هيبقوا مختلفين حتى لو تحت حكومة واحدة. وممكن الاختلاف بيبقى صعب اذا توفر سياسات محترمة، اذا توفر تخطيط استراتيجي للدولة يلبي حوجة المواطنين في الولايات المختلفة أو الأقاليم المختلفة حسب التسمية المتجاز في الدستور. بالنسبة لأثيوبيا، أثيوبيا أصلا دولة فيدرالية، يعني إقليم التجراي هو إقليم مش كده، يعني إقليم التجراي يمكن مهدد بالانفصال، ودي اللي زي ما تقول بتقرب التخوف أكثر من اللازم، اللي في جانب المياه كأمن قومي للبلدين السودان ومصر. الجانب الثاني الجانب السياسي، انه حتكون في دوله جديده في منطقه التجراي، والتجراي بتشمل جزئين اللي هو التجراي في اثيوبيا والتجراي في اريتريا. في اريتريا فعشان كده افتكر انه انا بتكلم عن الحوار. احنا كدول راشده وكدول يمكن دولتين مهمات جدا في حوض النيل اللي هو مصر والسودان، انا افتكر انه ممكن السودان ومصر يلعبوا دور في تهدئه الاوضاع في اثيوبيا. وحتى رئيس مجلس الوزراء دكتور عبد الله حمدوك يمكن ساعد في انه يعني حضرتك بتقول ان مصلحه مصر، ده كلام احنا اول ما سمعناه على فكره، احنا فاكرين العكس. هذا بتقول ان مصلحه مصر انها تهدي الصراع بين التجاري وبين اثيوبيا. صحيح. في العكس. يعني ده كلام انا اول مره اسمع، انا مفاجئ يعني، انا اول مره اسمع الكلام. يعني هل بتقول ان استخدام التجاري ده خطر على ملف صد النهضه، خطر اكثر ولا العكس؟ في العكس. لا. لان لما التجاري تتصل بحاجه كويسه ولا ايه؟ انا بقول الكلام ده لسبب بسيط جدا. الحرب القادمه والصراع القادم في العالم كله هو حرب المياه. عشان كيف تفتكر انه مصر تزعم السودان يزعم في تهدئه الاوضاع في اريتريا، عشان البلدين يستفيدوا كدول في حوض النيل ودول بتمثل وادي النيل العظيم، نستفيد استفاده كبرى من النيل. الاستفاده بتتم كيف؟ بعمل المشاريع المشتركه بين الدول الثلاثه، بعمل مراكز البحوث المشتركه اللي هي في المياه والزراعة وما فوق الزراعة، اللي هي تربية المواشي وخلافه من الحاجات اللي بتفيد الإنسان في الدول الثلاثة. ودي محتاجة لإرادة سياسية، إرادة سياسية من الدول الثلاثة مش من مصر. طالما في إشكال في إثيوبيا، نحن الدولتين نتجه في حل الإشكال ده. ما احنا بنسمع دول ثلاثة، لأنه هو بالفعل أصلا يعني أنا أعرف إن في مشاريع مقومة بين ثلاثة، بس في تعنت اثيوبي في حته معينه في ملف صد النهضه. فزي ما استاذ محمد بيقول، لو احنا كمان تم تقسيم السودان زي ما حضرتك بتقول، ما اعتقدش ان كل الحكام ما اعتقدش كل الحكام هيبقى راي واحد. فلو نفترض انه في بعض ما مثلا بقوا مع اثيوبيا وبعض بقى مع مصر، فده الموضوع هيبقى مشتت اكتر من ان هو دلوقتي احنا بقالنا كام سنه في مفاوضات زي ما حضرتك بتقول، الحوار بين الدول الثلاثه وما وصلناش لحاجه. برضه التعنت الاثيوبي موجود، اللي هو لا احنا هنملى بطريقه معينه وبحجم معين والكلام ده، مع ان في حوار. ومصر والسودان دايما بيقولوا احنا متجهين للحل السياسي وعايزين حوار، بس الجانب الاثيوبي لا. فلو كمان تم تقسيم السودان ده،
اعتقد هيخلق مشكله اكبر. انا شايف كده يعني هو يمكن التعند الاثيوبي في ماليست مش كده. مصر بتقول 10 سنوات، اثيوبيا بتقول لا 5 سنوات. طيب ما في منطقه وسط ممكن نتحاور فيها، لا 5 لا 10، نقول 7، في 7 سنوات. ولو حسبت السبع سنوات بتلقى انه مروا منها سنتين مش كده بيقبى، بالتالي في 5 سنوات للملي. الجانب المهم جدا يعني مصر والسودان ما تاثروا من الملي الاول ولا الثاني مش كده، اللي بتوفر الامطار الكثيفه جدا في السودان في الموسم اللي فات، موسم الامطار دي ساعدت في انه الدولتين ما يتاثروا. وبالعكس السودان يمكن فيه فيضانات ضخمه وفي بيوت كثيره جدا اتدمرت وفي ناس ماتت من اثر الامطار والفيضانات وكده. الحوار مع اثيوبيا ياخذ جانب، الحوار الثاني يبقى حوار الماء، حوار توفير المياه ما بين مصر والسودان بالاستفاده من مياه الامطار الكثيفه اللي بتجي كل سنه في في في, في السودان، انه كيف نجمع المياه دي لصالح البلدين في الزراعه، في الري الزراعي، في للحيوان، للانسان. ده يبقى حوار حوار منتج بالضبط. الجانب المهم جدا في 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 ده انه نحن يعني نبص لقدام، العائل اللي قدام اللي حرب المياه. حرب المياه بدت فعليا في كل العالم. الانسان فعليا محتاج ل 2000 لتر من المياه سنويا. هل ده متوفر في مصر؟ ما متوفر. في دول في العالم متوفر فيها اقل من 80 لتر للبني ادم في السنه. عشان كده حصاد المياه بتاعت الامطار افتكر انها مهمه جدا ومفترض تكون مهمه من الدرجه الاولى بين دولتين المصر اللي هي السودان ومصر او مصر والسودان. انا اتوقع انه الامطار حتزيد في كل سنه حتزيد. السبب الرئيسي فيها بحيره السد النهضه بالتبخر، يعني المياه حتتبخر وبعدها بتتحول لسحب، حتتراكم السحب بتنزل المطر. فانا اعتقد انه لو السياسه كلها توجهت اتجاه انه كيف نستفيد من المياه المهدرة في 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 السودان بيكون احسن. يعني افتكر انه في مصر في المياه بتاعت السيول اللي بتجي كل سنه من اسوان لحد سينا دي تقدر ما بين 2 ل 6 مليار متر مكعب، برضو اغلبها مهدر. فبالتالي نحن ما عندنا مشكله بتاعت مياه لا مصر ولا السودان، عندنا مشكله بتاعت كيفيه الجلوس لتنظيم المياه المهدره في البلدين. وده ما بيعني انه نسيب الباقي لاثيوبيا، لا نخش معاه في حوار عميق لحد ما نصل ونحلحل مشاكلها السياسيه، مشاكلها الاجتماعيه، مشاكلها الاداريه الموجوده الظاهره في السطح. أنا حنأمل إنه سد النهضة تكون نعمة للشعوب في الدول الثلاثة وما تكون نغمة على واحدة من الدول الثلاثة. وفي النهاية المتضرر الأول والكسبان الأول الشعب. الشعوب في كل الشعب في كل دولة. طيب هو الشعب أصلا السوداني يعني زي ما استاذ محمد قال ان هو بطبيعته عصبيه شويه، ازاي هتقدروا تكونوا يعني دوله فدراليه وفي اصلا مظاهرات معترضه على الحكومه، معترضه على الحكام، معترضه، ازاي هيتم دوت اصلا؟ هيتم ازاي التناسق انه يبقى في 5 اقاليم وحاكم لكل اقليم وحكومه موحده واصلا في مظاهرات طول الوقت؟ هو سامح استاذ محمد، هي مش عصبية، ممكن تقول عليها ثورية زايدة، ممكن تقول عليها حماس زايد من شباب الثورة. وهم شباب الثورة ديل بتلقى الواحد مثلا يتولد عمره يتولد في 30 سنة، يتولد قبل 30 سنة عمره 30 سنة، يعني يتولد في ظل النظام بتاع المؤتمر الوطني، في ظل المعاناة
يمكن عشان كده الحماس بتاعه بيكون عالي جدا، الثوريه بتاعته بتكون زايده من اللازم، محتاجه لضبط. كل الناس يمكن في الوقت الراهن متجهه تجاه الدوله المدنيه واسكاء روح الديمقراطيه في داخل السودان. التقسيم ما حيتم بالشكل بقرار سياسي، لا، حيتم من خلال المقترحات اللي تقدم للمؤتمر الدستوري، والمؤتمر الدستوري بعدك بيقرر ان تكون نظام ولائي ولا نظام اقليمي ولا خلافه. البادره ظهرت من مجلس الوزراء في تعيين السيد مني اركوم الناوي حاكم لاقليم دارفور، يمكن دي الاراء بالسطع الموجود في دارفور. يمكن دارفور عانت معاناه كثير ضخمه جدا من نقول من سنه 80، يعني مرت بمجاعات، مرت بجفاف، مرت بكوارث كثيره جدا. تطورت خالص المزله من حمل السلاح ضد النظام بتاع الاسلام السياسي في السودان، النظام البشير. فكان دارفور فيها كميه كبيره جدا من السلاح، يعني حاجه ما تتخيلها يعني. فكان بالضروره انه يكون في حاكم له على الاقل يضبط اللقاع الاجتماعي اللي ممكن يؤثر تاثير ايجابي في الجانب الامني في دارفور. يعني عشان كده من الصعب جدا دارفور يتم فيها الجانب الامني اولا، لا، يتم فيها الجانب السياسي على اساس ان القرار الامني بعد ذاك سحب السلاح من المواطنين، تجميع السلاح من الحركات المسلحه، دمج الحركات المسلحه في القوات النظاميه، دي كلها بتتم بقرار سياسي. فانا في تقديري انه كان قرار حكيم جدا في انه يتم تعيين حاكم لاقليم دارفور. طب المتظاهرين عايزين ايه دلوقتي؟ التظاهر يعني نتاج للمعاناه بتاعت الناس. يعني الناس بتطلع مظاهرات عشان الحياه غاليه، تطلع مظاهرات عشان الصحة متدهورة، تطلع مظاهرات لأنه الكهرباء معدمة. السبب في ده الفساد الكبير جدا اللي كان عامي في الفترة طيلة 30 سنة. بس يعني الموضوع كده ياخد وقت. هو حياخد وقت، ما هو ثمن. ثمن الحرية غالي جدا. المظاهرات دي ده علشان يعني الحكومة أو القايمين بقى من الحكومة دلوقتي يقدروا إن هم ينموا الاقتصاد شوية، لكن طول ما في مظاهرات ما فيش حاجة تتحل. طيب في الجانب يمكن في جانب مهم جدا لازم نتكلم فيه، اتجاه الحكومة. هل الحكومة اتجهت اتجاه صحيح؟ ملبي لتطلعات الشعب السوداني في الاستقرار والتنمية. السؤال الثاني، هل الحكومة في الانتقالية سعي حسيس في تطبيق شعارات الانتفاضة أو شعارات الثورة اللي هي السلام والعدالة والحرية، حرية سلام وعدالة. ففي الجانب ده بنلقى إنه الحكومة بتمر بضغوط، ضغوطات عالية جدا في الجانب الدولي من المجتمع الدولي، وفي الجانب الداخلي من المجتمع المحلي، في الجانب الثالث والمهم جدا اللي هو من عناصر الثورة المضادة الممثلين في الإسلام السياسي وتوابعهم داخل القوات النظامية، في ووجودهم في داخل الوزارات والمصانع والمؤسسات، لأن الناس دي أسسوا لتمكينهم فترة بتاع 30 سنة. فبيبقى من الصعب جدا انه في ظل الوضع ده انه الحكومه تعمل باريحيه او تقدر تنفذ برامجها، لان في ظل الازمات السياسيه والاجتماعيه وخلافه من الصعب جدا انك تتخذ قرار وتنفذه بشكل جيد. فدي المعاناه بتاعت الحكومه. الجانب الثاني والمهم يمكن في جانب الضغوط الخارجيه، الدين السوداني وصل ل 60 مليار. صحيح انه وصلنا لحته في انه يتم اعفاء كامل للدين في خلال 3 سنوات، وفي الوقت الراهن يمكن يدعف اكثر من نص الدين من العالم، على الدين العالمي. ودي ما لله والوطن، ما حبا في السودان ولا الشعب السوداني للقاده. الالغاء عشان تنفذ الروشته بتاع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، روشته قاسيه جدا، يقول لك ربع الدعم من السلع الاستراتيجيه. دي خلقت معاناه كبيره جدا في وسط الشعب السوداني.
ومش كده حتى في مصر خلق المعاناة. ممكن تتم مراجعة الاتفاقية لمصلحة الدولتين، وممكن الدولتين يتفقوا في انه تزداد النسبة بتاعت المياه بتاعتهم في 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 كدول دولة ممر او دولة بتاعت مصب. فانا ما اتخيل ولا في السودان حيتخيل انه السودان ممكن يضغط مصر عشان المياه. ده ما عاطفي، ده واقع، ده واقع موجود فيه. حصلت مشاكل، حصلت في المستقبل، ما اعرفش حصل مشاكل في المستقبل. حركة مصر هنا بتوقفها على قرار السودان، هتبقى مقيدة مش كده. طيب ليه احنا نقول انه حصلت مشاكل؟ ليه نتمنى انه تحصل مشاكل؟ مش كده، نتمنى انه ما تحصل مشاكل، نتمنى انه تحصل اتفاقيات مثمرة تفيد الشعوب الثلاثة. نتمنى انه يحصل نتمنى انه يحصل تحصل اتفاقيه ثنائيه ما بين مصر والسودان، ونرجع تاني للتكامل المصري السوداني اللي كان ايام السادات والرئيسين السادات النميري. وما من الصعب انه نرجع تاني للتكامل المشترك اذا فعلنا تبعيد جاد للمساله بتاعت الحريات الاربعه. ما دي بدايه، مش كده خطوة، وممكن تكون بداية لتكامل كامل. والتكامل بيوصل الناس لحاجة قريبة، لصيغة قريبة لدولة حوض النيل. ونحن نتمنى ده يحصل، ما نتمنى إنه تحصل مشكلة بين، لأنه أصلا ما حصلت قبل كده مشكلة بين السودان ومصر. يعني حتى حصلت مشكلة واحدة بقولها بأمانة، يعني في حلايب ايام جمال عبد الناصر، والجيش المصري كان مستعد، جمال عبد الناصر سحب الجيش المصري، قال لهم حلايب سودانيه حلايب مصريه، معليش ما هو عايز يتفادى، عايز يتفادى الحته دي. ما السيسي قال، الرئيس السيسي قال لما سالوه انه حلايب سودانيه ولا مصريه، قال لهم مصر كلها سودانيه. يعني ده درد بليغ جدا وفيه حكمه. وانا من هنا بقول انه السودان كله مصرية مش حلايب. نتمنى كلنا نقبل الدولة وادي النيل، ونتمنى ان كلنا نزعي لخير شعب وادي النيل ان شاء الله. هذاك شرفتنا جدا يا استاذ، شرفتنا جدا، انت كانت مثمرة جدا. شكرا جدا لحضرتك. لا انا سعيد جدا في انه أكون وسطكم، وأتمنى أن يتكرر اللقاء. أتمنى لأن في أتمنى نعمل صاروخ مصر السوداني، مش هتيجي نيجي دي كودي خدت لقاءات تانية ونعمل صاروخ مصر السوداني. أنا شايف إن مفيش مستقبل لمصر إلا بالسودان كمصر. وأنا شايف برضه إن ممكن السودان يعيش لوحده، لكن مصر مش هتعيش لوحدها. أنا مش عايز أصحى من النوم في يوم من الأيام الاقي السجن السوداني معايا سلاح اسرائيلي، هتبقى كابوس. ومش عايز، هتمنى ان احنا نعمل هنا صعود مصر السوداني. اطمن الشعب المصري واطمن المستمعين في انه ما ممكن يتجانس مع اسرائيل ما بينه ومصر. يعني ما في سودان بدون مصر، وما في مصر بدون سودان.